خوتي السلام عليكم، مساء الخير في الاعوان. ميدام ميسيو بونسوار، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لي مازال ما اشتركوش في القناه تاعي، اشتركوا في القناه تاعي ودوق على زر الجرس هكذا يجيهم منبه كي تكون فيديو جديده. جو دي ا سو كي سون بون كور ابوني كي سابون ما شان اذا اكتيف لا كلوش كوم سا يزور ان اليرت سي دي اي نوفيل فيديو. نقولكم ديروا نجام بارطاجي وكومونتيو لا فيديو، هذا هكذا تدعم الفائده على الجميع. نقولكم دعموا هذه القناه، قناه تاعي، ونشكركم كثيرا. اليوم جيت حدكم على البطوله الفرنسيه ليغ 1 الجوله 11 والتي ستلعب على تلت ايام، يوم الجمعه، يوم السبت، ويوم الاحد. يوم الغد، يوم الجمعه غدا، ستلعب هناك مقابلتين. راين ستقابل مع فريق بوردو على الساعه 7، ويمكن متابعه المقابله على تيليفوت القناه الرياضيه الفرنسيه. وعلى الساعه 9 هناك مقابله، ينتظر ان تكون مقابله جميله بين فريق موناكو وفريق بي جي على الساعة 9 ليلا. ويمكن متابعة هذه المقابلة على تيليفوت قناة التيليفوت الرياضية الفرنسية. أما يوم السبت فهناك مقابلة بين بريست وستيتيان، وتلعب المقابلة على الساعة 5، ويمكن متابعة هذه المقابلة على تيليفوت الفرنسية. أما يوم الأحد هناك 4 مقابلات، نونت تتقابل مع فريق ماتس على الساعة 1 زوالا، ويمكن متابعة المقابلة على تيليفوت الفرنسية. أما على الساعة 3 هناك 3 مقابلات، مونبولي تتقابل مع فريق ستاسبورغ، وفريق ديجون يتقابل مع فريق لونس، وفريق رامس يتقابل مع فريق النيم. هذه 3 مقابلات يمكن متابعة هذه المباريات على ثالث مضاعف، ويمكن متابعتها كاملة على قنوات تيليفوت ستاديوم. أما على الساعة 5 هناك مقابلة بين أونجي مع فريق يتقابل مع فريق ليون على الساعة 5، ويمكن متابعة المقابلة على كانال بليس الفرنسية. أما على الساعة 9 ليلا هناك مقابلة بين فريق ليل وروريون، ويمكن متابعة المقابلة على تيليفوت قناة الرياضية الفرنسية. أما مقابلة مارسي ونيس، مقابلة مارسي نيس المقابلة أجيلت. نقولكم هذه لا فيديو خلاص، نقولكم السلام عليكم، بقى على خير. جو ديكو سات فيديو اليتي، من جو ديال البروشان فيديو. نقولكم السلام عليكم وبقى على خير.